واحد لنلجأ يقصة شقته على الأس... يعني إذا طلع له شقة على الأسكان بيكون يا لطيف. وهن هادي سوليدار إلهم وإلهم إلهم البلد يعني إلهم المصاري اللي بالبلد ومش سألنين عن شيء. يعني مثل ما بيكبوا العسكر عادي. هلأ أنت عسكر بتجي بتنحجز بقلك 90% وبقلك بيجي بيحجزك ويوم واثنين وثلاثة وأربعة لك تليفون ما بيسمح لك خدلك من دولة متخلفة اللي بتقلك ممنوع تجيب تليفونك. الضابط بيبقى بمكتبه عم بتلفن لمرته ولعائلته كل ساعة مرة وانت محجوز اربع خمسة ايام وسبعة ايام ممنوع تشوف تليفونك تحكي مع عائلتك. يا دولة هبلة يا دولة هبلة. هلا بيزعلوا هبل. هلا غير انه الضابط بيطلع له بهالبنزين يا معلم وانت بتبقى شو من الشنوب من بنت جبال يمكن خدمتك ببعلبك. وقال شو الدولة ما بتأمن لكش نقل. خوض يا معلم الدولة ما بتأمنش لعسكرة نقل. بتروح بتقضي اربع خمس ساعات على الطرقات لتوصل لوين لتوصل على الخدمة. انه يجيبك على الخدمة ولو الله يجيبك على الخدمة بس ما هو طالب انت رايح على الخدمة. يأمن لك نقل على القليل من بيتك على الخدمة. ايه وطن هلا لا يكون احنا مش طالبين تتخذوا اجراءات انقلابيه دغري يعني انه توشوا البواريد على مجلس النواب مش مطلب. ما قلق منه مش قادر الشعب يحمي العسكر اللي بينشأ بس انه انتوا بينكم وبين حالكم عرفوا يعني انه اوكي انت موجه الدرع لهون والسلاح لهون بس بينك وبين حالك بقلبك اعرف انه السلاح فعليا بده يتوجه لجوه. قال عندهم شهرين بيخلص مع شهرين بلد درع بتكبوا لك درع حتى انسى ما في درع. محمد بزيع مساء الخير. هيدا اول شيء الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هيدا الخطاب اللي توجهت فيه للعسكر البعض بيعتبر انه هيدا كان السبب لتوقيفك لانه وشفت اكيد كان في تفاعل كثير على السوشيال ميديا بيقولوا انه لو كمل محمد مع الميكروفون كان يمكن صار فيه بلحظتها يعني عدد من العسكريين ما قبلوا يكملوا بالمهام الموكلة اليهم واللي هي حمايه البرلمان كان بوقتها بجلسه الثقه. قد ايه محمد اليوم تعتبر انه معركتك تكون تحرض العسكر على السلطه السياسيه؟ هو بالتاكيد اول شيء تحيه لك ولجميع المشاهدين والمنتفضين. بالتاكيد العسكر كجزء يعني من موظفي الدوله اللي هن عرضه للعدوان اللي عم بتشنه الأوليغارشيا اللي جزء منها السيد مروان خير الدين اللي كان قاعد من شوي هون على طبقات الشعبية والموظفين والعمال والمزارعين. يعني تعويضات نهاية الخدمة للعسكر بخطر. معاشاتهم فقدت قيمتها بالفعل بسبب التعويم اللي صار للليرة اللبنانية بالسوق بالأمر الواقع وبالتالي هن متضررين. متضرر. بس انت قد ايه قادر يعني اول شيء عينك هيدي من اثار انت شو ضربوك بال انا انسحبت من هيدي خلال توقيفك ولا بعد توقيفك؟ لا هيدي يعني مش داخل الثكنه بالتحقيق. هيدي يعني هنو عم بيوقفوني سحبوني الجيش رجعوا سلموني لقوه مكافحه الشغب. كان في ضرب اثناء التوقيف بعدين قوه مكافحه الشغب اخذتني لورا الملاله يعني بعيدا عن اعين الناس والاعلام وحولتني لكيس بوكسينج شوي لفتره. شو كنت عم بتقول حتى صاروا يضربوك؟ هلا بطبيعه الحال تبين انه ضابط على ما ظهر يعني ضابط قوه مكافحه الشغب كان مستفز شوي مع انه بداش هالقد من اللي عم بتقوله اللي سمعناه هلا من سواء من هيدا سواء من هيدا او من غيره الهتافات والتفاعل معهم عبر المظاهره. يعني انت هلا هو كان السبب في كان رئيسي سبب توقيفك انك عم تحكي يعني عم تحكي بالاخر شو ما كنت عم بتقول بالاخر عم تحكي عم بتعبر. طيب كمان محمد للناس اللي يمكن ما بتعرف كثير منيح انت لقبك فتى المصارف كنت من اول الشباب اللي توجهوا مع مجموعات الى المصارف وصاروا بين انه يوعوا الناس على حقوقهم وبين انه كمان من جهه اخرى يهاجموا السياسات او الاجراءات المعتمده من قبل بعض المصارف.
هل قد بتعتبر هنيك معركتك بهيدا المكان؟ تماما. المعركة اليوم مش معركتك مع السياسيين، يعني اليوم مثلا كنت عم تعطي اكزامبل الوزير مروان خير الدين انه هو من ضمن الاوليغارشا، البعض بيقول طب بس ما هيدي الدولة هي اللي وضعت السياسات، ايا يكن من حاكم مصر في لبنان او غيره، هؤلاء موظفين طبقوا هالسياسات، اليوم حاسبوا وبيرجعوا بيقولوا لكم تسترجوا تروحوا على بيوت عدد من السياسيين اللي انتم بتعرفوا انه في عندهم جماعات وناس. نحن من الاول، من قبل انتفاضة 17 تشرين على الاقل بقطاع الشباب بالحزب الشيوعي اللبناني، خطابنا واضح انه في ترويكا تحكم البلد. هيدي الترويكا هي السلطة السياسية متحالفة مع المصارف اللبنانية والضلع الثالث مصرف لبنان اللي بيهندس هيدي المزاوجة، وبالتالي هن ما بينفصلوا عن بعض. السياسيين والمصرفيين ما بينفصلوا عن بعض. بس لا بل احيانا المصارف وبقيت السلطة السياسية نفسها هو النموذج. لا هن ما حدا بيسقط يعني قبل الثاني، هيدا النموذج واحد متشابك فيما بعضه. السياسات وضعت لخدمة المصارف والمصارف تعيد وتخدم الهيدا. لا بل بالعكس أكثر من هيك، في لأنه في جزء إذا بدك أنا يعني استفزات أنا وعم بحضر شوي من الفترة السابقة، وأنه مثل يعني بدي حاول بدبوس أفقع الفقاعة اللي كان الضيوف متواجدين فيها من شوي. أحياناً حصر الحديث بالسياسات وبالسياسيين وبفساد السياسيين هو تعمية مقصودة عن المكمن الخلل الأساسي، وهو أن هناك مصارف كانت على مدى 30 سنة تمتص خيرات الشعب اللبناني ومقدرات الشعب بس اللبناني. بس كمان الشعب اللبناني مش ما كان عم يستفيد مش من الشعب اللبناني بمكان معين بمنطقه تنبل، البعض قال اللي صار يشيلوا معاشاتهم هلا هي مستفزه اكثر واكثر. انا برايي نفتح استفتاء، برايي نفتح استفتاء هلا على الجديد، كم واحد من اللبنانيين كان عم بحط سندات، عم يشتري سندات خزين، سندات فوائد عاليه؟ ما هي سندات خزين ليستفيدوا من الفوائد العاليه. شو هيدا المنطق؟ لا 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 بالمصرف لتستفيد تجميد من التجميد من دون السندات. هول الجماعه، هول الجماعه، يعني كم واحد معه مليون دولار و500 الف دولار و200 الف دولار لحتى يطلع الفوائد؟ عم نحكي وكانه هلا الشعب اللبناني كل واحد او 90% من الشعب اللبناني تعويضات عم تحكي عنه. كانت انت العسكر في ناس طلبت تصريح مبكر لتستفيد من تعويضات خياليه بالعسكر، كمان بتعرف حضرتك يعني. بس لما مش شرط لما الأرقام مليون دولار، عم نحكي نحن بال100 مليون ليره ليجمدون ويعيشوا من فايدتهم. بتعرف في كثير بالقطاع العام هيك بتشتغل وهيك عقليه، انه انا عبكير باخذ تقاعد مبكر وبقعد وبعيش من الفايده، يعني بعيش من الفايده احسن ما اعمل انفستمنت ويكون في ريسك للخساره. ما في ناس بتعرفهم عسكر متقاعدين او موظفين يا عمي دولي. لما من الارقام بتفرجينا ان الودائع، هيدا الكلام كثير خطير، هيدا الكلام كثير خطير، وكانه النموذج الاقتصادي اللي كان عمره 30 سنه كان عم بفيد الناس مش عم بفيد قله قليله. هن هلا 24 الف حساب مصرفي بيملكوا نص الودائع، وكانه صار الشعب اللبناني كله عم يستفيد. له حق هيدا اللي مطلع معاش تقاعدي. كمان لنوضح هيدا لانه عن جد هيدا كلام خطير، اللي معه 100 مليون ليره معاشه التقاعد له حق يحطه بالبنك ويقبض عليهم فوائد. طيب له حق. انما نحن عن شو عم نحكي؟ عم نحكي لما المصارف حول والنموذج الاقتصادي حول راس المال بالبلد، مش ال 100 مليون ليره وال 50 مليون ليره وال 200 مليون ليره، راس المال بالبلد تحول الى راس مال خامل ريعي يستفيد من هيدي الاليه الدين العام وتقاضي الفوائد العاليه، لانه زيرو ريسك انفستمنت يعني استثمار بلا اي خطوره، ولانه استثمار عالي الربحيه. هناك فرق كبير بين انه 100 مليون ليره ومعاش تقاعد وبين كامل راس المال. بس هو قديش استثمار؟ وبالتالي انا كمواطن لبناني او بالاقتصاد، انا بالاقتصاد اللبناني ماني طالب هول 100 مليون ليره، يعني هيدا معاش التقاعد ان شاء الله يشتغل. هيدا اللي نحن بدنا اياك للناس تتوجه صح، يعني بالمعنى تصوب معركتها. الناس عم بتقول عمي عم تعطوا يعني بتكبوا شعارات البعض انه من دون ما يحدد، يعني مثل ما انت عم تقول في بنوك
غامرت برأس مالها، راهنت على رأس مالها لتجيب فوائد ولتربح بسندات الخزينة. اليوم هل أنتوا معركتكم ضد كل البنوك، ضد كل المصارف؟ هيدا السؤال، لأنه في أو في أموال مودعين صغار، مودعين اللي هن مثل ما عم تقول الناس العادية المعترة. نحن مننا يعني أول شيء ما عندنا مشكلة شخصية مع المصارف، ثانيا مننا هاجمين مننا نحرق المصاري اللي بالمصارف أو نحرق المصارف يعني. أنتوا عم تعملوا وقفات احتجاجية أو تعبير عن حتى ولو صار في بعض الأوقات أكثر من تعديات أكثر من وقفات يعني، هيدا كله ضمن إطار بعده المقبول. الفكرة أنه هناك نموذج هناك آلية كانت تعمد، لنكون واضحين شو الاعتراض، كانت تعمد إلى حجب رأس المال عن القطاعات الإنتاجية يعني حجب رأس المال عن الاستثمار بالزراعة وبالصناعة والتكنولوجيا الذي كان يستهزئ بها السيد خير الدين أنه زراعة، لا القطاعات الإنتاجية منا بس زراعة، وتحويلها فحصرا إلى سندات خزينة والمضاربات العقارية واحتكارات وما هنالك. فهيدا الاعتراض، هيدا الآلية بدها تنكسر. نحن ما جايين نهدم القطاع المصرفي يعني، ما جايين نهدمه وننتقم منه، فقط هناك هناك حاجة ضرورية موضوعية لإعادة تعتبروا الضغط هون وين لازم يكون؟ تغيير اقتصادي جذري، نظرة اقتصادية مغايرة. ليش تركيزنا على المصارف؟ لأنه المصارف هيدا بتقلك هلا انه احنا يا بندفع هلا المليار و200 مليون يا اما يعني انه لازم ندفعهم والا ما بعرف شو بيعملوا فينا. الضغط على المصارف لحتى يخضعوا الى اعاده جدول او اعاده هيكله الدين بس العام، بس مش هن بيعملوها، هيدي السياسه مجلس وزراء. مزبوط مزبوط، بس هيدي كيف بتصير؟ هيدا بدها تصير بتفاوض ما بين المصارف وما بين الدوله اللبنانيه.